خلونا نتابع معاكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي سعر البيع فيه 19.51 والشراء 19.44. اليورو سعر البيع فيه 19.28 والشراء 19.20. جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.13 والشراء 22.4%. الفرنك السويسري سعر البيع فيه 19.98 والشراء 19.89. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.76 والشراء 2.75. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.18 والشراء 5.16. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.15 والشراء 62.82. واخيرا الدرهم الاماراتي سعر البيع فيه 5.31 جنيه والشراء 5.29 جنيه. دلوقتي نشوف اسعار الذهب النهارده. سجل عيار 18 النهارده في سعر السوق 977 جنيه للجرام. عيار 21 سجل النهارده 1140 جنيه. عيار 24 سجل 1303 جنيه. واخيرا جنيه الذهب سجل النهارده 9120 جنيه. ودلوقتي هنرجع مره تانية لشاذلي وباسنت لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك. شكرا يا لمي.